تبادل الأفكار من غير خوف حيث يتيح الاجتماع مساحات آمنة تمكن النساء من مختلف مناطق السودان. كل الشكر على دوركم وعزم دوركم. احنا كنساء بنفتكر انه السلام بمسنا وبشكل مباشر، لانه في كل الحروب اللي تمت في السودان احنا كنساء عانينا منها، واجسادنا تحولت لمساحات بتاعت حروب. ما قاعدين نموت في ساحة الحروب وفي ساحة المعارك، لكن قاعد تتحول اجسادنا لساحات بتاعت معارك، وقاعدين نفتقر للمعوى وللمعكل، واحنا اللي بنتشرد، احنا اللي بننزح لحتات تانية وبنفقد المعوى بتاعنا. ومن أهم الأولويات اللي اشتغلنا على في الإقليم بتاع الوسط الخرطوم وولاية الجزيرة هي العنف الغائم على النوع الاجتماعي. شبكة الصيحة لما جات النيل الأول، مبادرة الصيحة لما جات النيل الأزرق، هي عملت على القضايا اللي بتهم النساء الموجودات بمختلف أطيافهم. معروف إنه ولاية النيل الأزرق أو إقليم النيل الأزرق هو إقليم ذات خصوصية، لأنه من الأقاليم اللي تأثرت بالحروب. يبقى إحنا القضايا بتاعتنا والأجندة بتاعتنا بتختلف أكيد من عملت على إنه عملت اجتماعات أولية تحضيرية للنساء في إنه كيف تطلع من القواعد الشبكة دي، لحد ما شالت ممثلات على مستوى الثلاثة أربعة محليات، اللي هي محلية الكرمك ومحلية باب والدمازين والروسيرس، زايد زي ما قلت لكم من البداية اللي هي ولاية سنار. شبكة الصيحة أتاحت لنا فرصة في إنها هي يعني فرصة بتاع التدريب تمت لبعض النساء، ووصلنا فيها إلى إنه قدرنا وحدنا الأجندة النسوية. نحن في الجزيرة باعتبارنا نحن والخرطوم الإقليم الأوسط، فبعد ذاك الاجتماع الفات قبل شهر قعدنا مع بعض نحن ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة، وحدنا الأجندة النسوية وطلعنا بأجندة على أولوياتها. أول حاجة السلام، بأنه السلام يعني من أهم الأولويات في هذه المرحلة، إنه هو مطلوب. إذا ما حققنا سلام ما حنقدر نحقق تحول ديمقراطي، فبالتالي وجود النساء مهم جدا في العملية بتاعت خطوات السلام. الاجتماع الليله هنا ده اجتماع وطني لشبكات المساواه النوعيه. شبكه المساواه النوعيه دي هي شبكات تكونت في 5 أقاليم في السودان. الحاجه دي حصلت كيف؟ حصلت في انه النساء ديل بعد ما تكونت الشبكات دي في كل الولايات قعدوا مع بعض وطلعوا باجنده بتعبر عنهم في الولايه، وبعد ذاك الاجنده دي مشت لقدام وبقت اجنده اقليميه، ومن الاجنده الاقليميه دي جايين هنا الليله عشان نقدر النساء دي اللي يقدروا يطلعوا باجنده وطنيه بتعبر عنهم كلهم في السودان، وبعد ذاك نمشي لقدام في انه تنفيذ الاجنده دي حيكون كيف، ويقدروا يناصروا كيف لقضاياهم دي في السودان. فدي الفكره الاساسيه من اجتماعنا بتاع الليله ده.